وفي عام 1436 للهجرة دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 5 مشاريع من ضمن المشاريع المختلفة التي تتضمنها التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي. هذه التوسعة تأتي امتدادا للتوسعة التاريخية السابقة التي بدأت بأمر الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة، وتشمل هذه التوسعة التاريخية بإجمالي المسطحات لكامل المشروع 1,470,000 متر مربع، ليتسع المسجد الحرام لأكثر من 1,850,000 مصل، ولترتفع كذلك الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 19,000 طائف بالساعة إلى 30,000 طائف بالساعة، ليبلغ عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم إلى 107,000 طائف في الساعة. ولينفذ الأبناء البررة وصية والدهم العظيم، ويبقى الحرم المكي في وجدان كل قادة هذه البلاد المباركة.